احمد هذه تعتبر فول 2016 فول كامل اربع سلندر جلد ونافيجيشن وكاميرا بصمه كراسي كهرباء تحديدا بصمه كراسي كهرباء حلو ستاير كهرباء ومرايات نيكل ورباقات كم ست رباقات حلو وش بعد هذه وفرقها عن اللي هذه 111 الف صح 111 واللي 100 الف مخمل حلو. بصمه حساسات كشفات ايوه ترى كهرب برضو تخشيبها بدون نافيجيشن وبدون كاميرا وبدون كاميرا وبدون جلد 2016 وعبد الله هاشم كل عبد الله الحين في اعلى من هذه في 6 سلندر والارباقات ال 100 الف نفسها 6 ارباقات اي نفس كل وفي 6 سلندر بكم سعر 6 سلندر 637 هذه مراتب جلد وفيها رباقات جانبية أكثر من رباقين حول 4 رباقات أتوقع أنا ما أدري شو الفرق بينه وبين المياه وولف هذه مراتب جلد اللي هناك مخمل فيه رباقات جانبية أكثر من رباق أكثر من الظهر تقريبا 4 رباقات مو رباقين مراتب جلد وفي تكاية هنا عندك حقة الكوب مكيف هنا هذه كورت وهذه السفك هذه يفتح شاشة ها ستارت هوندا كورت 2016 فتح اكس وAT مخمل وبصمة ورباقين وABS وجنوط وCD ومثبت وسرعة مثبت سرعة شاشة معلومات كشافات حساسات خلفية 4 سلندر داخلية بيج 100 و1000
مراتب كهرباء، كراسي كهرباء. في زراج حتى مدرسة. هذا الطبلون. ايش خليته؟ شو يقول؟ لا ما يبغى شغل، بس الطبلون عدداتي. وقت خلاص. يلا. خلاص؟ يلا خلي خلي بصلي. تخشيب غامق. في سماعة وهنا تخشيب غامق. شفت مرايا. فتح الموتى. في مكيف وراء بالنص. الجرنط كهرباء. في فتحة USB هنا. محمد سيفك. فيها لد هنا.